احسن كواليتي ياسمين مثلا في العالم انك ما تقدرش ان انت توفره من مصر توفره من بره. حاجه كارثه. عشان هم الديوليشن بتاعهم هناك احسن من اللي انت هتطلعه من مصر. البرفيومرز لازم يبقى فرنسي. البرفيومرز السعوديين كلهم لا مش زي دول. اضطر ان هو يمشي يروح اماكن تانية يروح يشتغل في الحاجات اللي هي اللو كواليتي عشان ده الاوبشن اللي قدامه وخلاص وما بيكملش ان هو ما بيبقاش حابب ان هو في البدايه خالص كان متارجت حاجه معينه ولقى نفسه في حته معينه. اهلا بيكم حلقه جديده في عطر كاست. النهارده معايا شخصيه جميله جدا بتشتغل في تخصص نادر وجميل، يمكن ناس كتيره قوي حابه تعرف عن المجال ده والتخصص ده. مشرفني النهارده ومنورني البرفيومر او العطار محمد مندوح. ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام. ازيك يا عمر؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله تمام. عايز اقول لك سعيد جدا ان انا معاك النهارده، لان انا بقى يعني حابب اسمع كلام بقى البرفيومرز، وانت عارف طبعا ان انا ريفيور بتكلم في البرفانات طبعا وبشرح عن العطور يعني المكونات بتاعتها وبتتكون من ايه، ولكن النهارده انا عايز اوصل بقى للمشاهدين والجمهور فكر العطارين عامل ازاي. خليني اسالك اول سؤال، وده يمكن اللي بيدور في بال الناس دلوقتي، عايزين نعرف اصلا يعني ايه برفيومر او يعني ايه عطار. تمام. هو العطار عامه شغلانه زي فكره الديزاينر وزي فكره الكرييتور، هي بيبقى نفس فكره مثلا فاشن ديزاينر، هو بيبقى واحد عنده استلهام لديزاين معين عايز يعمله، وبرده نفس القصه برده في البرفيومز، حد عايز يعمل برده كرييشن بطريقه على حسب هو شايفها تمشي ازاي، تطلع بطريقه معينه بصياغه نوتات معينه تطلع لك زي سيمفوني معينه. فهو ده العطار بيعمله، ده الشغل الاساسي بتاعه، ان هو للبرفيومز يعني ان هو بيدي لك النوتات بتاعت البرفيوم بتتدرج معاك بالطريقه ان هي تمشي معاك زي السيمفوني زي المزيكا كذا، بحيث ان هي يبقى فيها تناغم ويبقى فيها ريتشنس والكلام ده. حلو جدا. يعني زي ما نقدر نقول كده ببساطة شديدة عشان نبسط الموضوع أكتر، إن هو بيكون تخيل في دماغي أو تالنت أنا ببقى عايز أجسدها على أرض الواقع. مظبوط. طيب، علشان أنا أقدر إن أنا أكون بقى برفيومر زي ما أنت بتقول، وإن أنا أخلق حاجة زي ما أنت بتقول زي الفاشن ديزاينر، أو إن أنا أعمل توليفة أو سيمفونية عطرية زي ما أنت بتقول، ايه المراحل اللي انا المفروض امر بيها علشان يتم اعتمادي ان انا بقى اكون عطار او برفيومر ناجح؟ بص، هي رحله طويله شويه، هي فيها اكتر من 5000 مكون عشان لازم تتعرف عليهم كلهم. لازم تبقى حافظ شويه في بالبراكتس طبعا والخبره والكلام ده كله، مع الوقت بتبقى فاهم ايه بتقدر تشتغل بيه وايه ما بتشتغلش بيه في اوقات معينه والكلام ده كله. لما بتتمرس فيه كويس بتبقى خلاص اللي هو بتقدر تعمل فعلا البرفيوم زي ما انت عايز بالظبط، زي ما الانسبيريشن نفسك بيجي لك في دماغك، اللي هو انا عايز اعمل حاجه بلاين معين ومتخيل الريحه في دماغي. بتمشي على النوتس حسب ما انت بخبرتك، حسب ما انت اشتغلت بيها ودرستها وفهمتها بتمشي عليها ازاي. البروسيجرز تبقى يعني في على فكره يعني في حاجات كتير بتتقال على البرفيومر، اللي هو لازم يكون دارس حاجه معينه، لازم يكون متخصص في حاجه معينه، او ان هو لازم يكون دارس كيمستري. هي فكره البرفيوم اصلا، فكره البرفيومز هي ابسط شويه من الناس فاكراها. هو البرفيومرز واول ناس اخترعوا المجال البرفيوم اصلا بشكل عام كان الفراعنه. حتى كلمه برفيوم هي كلمه اساسا يعني اللي هو كانوا هم متعارف عليها زمان، اللي هي ثرو سموك، خلال الدخون، ان هي كان طريقه التعطير ايام الفراعنه كان دايما بحرق المكونات على بعض بحيث انها تدي جمال وريحه، فهو ده كان الاختراع للبرفيوم. فما كانش فيه التكنولوجي اللي موجوده دلوقتي، ما كانش فيه طبعا الحاجات الموجوده دلوقتي، وكانوا بيطلعوا حاجات فعلا كويسه جدا وحلوه جدا كمان. الفكره ان هي دراسه طبعا مهمه، وخلفيتك عن الكيمستري طبعا مهمه، اكيد بتساعدك اكيد وبتسهل لك حاجات كتير جدا، بس برضو مع البراكتس ده الاهم اساسا من كل الكلام ده كله. البرفيومري سكولز موجوده كتير برضو، وهي بس اهم حاجه يكون الشغف موجود، تكون فكره الاستمراريه وان انت ما تزهقش، لان الموضوع ممكن زي ما قلت لك هي رحله طويله شويه. هو ده المهم والاساسي انك تبقى برفيومر. والله معلومه حلوه قوي، يعني نقدر نقول ان كان يعتبر اول عطار كان مصري.
طبعا. بما ان اللي بتقول ان الفراعنه الموضوع خرج من عندهم، ف يعني دي حاجه جميله جدا ان احنا يكون عندنا، احنا اللي عندنا اصل الموضوع اصلا طبعا. فدي حاجه جميله جدا. انت برضو ذكرت حاجه يعني لفتت انتباهي دلوقتي، انت بتقول ان في اكتر من 5000 مكون عطري. مظبوط. ودي حاجه مهوله ان انت تكون على درايه بالكلام ده كله. يعني هل البرفيومر المفروض يكون على علم بكل النوتات العطريه دي علشان يقدر ان هو يطلع حاجه، ولا ممكن انا اكون متخصص في بعض الحاجات المحدده علشان اقدر ان انا اطلع حاجه؟ بتختلف برضو من شخص للتاني. يعني في ناس مثلا مخصصة نفسها لمكونات طبيعية بس محددة، انا ما بشتغلش غير بيها. في ناس بتبقى عايزة تكبر الموضوع شوية، في ناس بتبقى عايزة عندها المام بطريقة اشمل شوية، في ناس بتبقى عايزة تشتغل على كل المراحل وكل الستيجز اللي بتمر بيها ككارير برفيومرز. فكل واحد حسب شغفه هو عايز ايه بالظبط. هو ده بس اللي بيختلف من برفيومر للتاني. يعني كل واحد ممكن يكون شغال بتكنيكس معينه وبنوتس معينه وبيشق بقى طريقه بعد كده. مظبوط. في كتير مثلا الناس مثلا عندهم 6-7 مكونات ممكن بيشتغل عطوره كلها بيهم، هو مش عايز يطلع براهم. هو شايف ان هو كده، هو شايف ان دي احسن حاجه هو بيعرف يشتغل بيها، وهو محدد نفسه هنا. ده طبعا مش عيب، يعني ده هو شايف قدراته مثلا ان هي في المنطقه دي محدش بيتفوق عليه فيها، فانه يركز فيها اكتر، فدي حاجه طبعا كويسه اكيد، يعني مش حاجه وحشه. حلو جدا. طيب كلمني يا محمد عن رحلتك بقى، انت ازاي بقيت عطار اصلا؟ يعني في ناس كتيره جدا ساعات بتتكلم معايا تقول لي والله يا عمر انا نفسي ان انا اكون برفيومر، او نفسي ان انا اكون عطار. زي ما انت عارف احنا في مصر هنا فيش حاجه الواحد يقدر ان هو يسعى ليها ان هو يدرسها، فيش حاجه اسمها جامعه للعطور او جامعه ان انا يعني اخرج برفيومر. ففي فضول عندي واعتقد عند الناس عايزين يعرفوا انت ازاي اصلا اصبحت دلوقتي برفيومر معتمد. اكيد يعني طبعا هنتكلم عن الحاجات اللي انت اشتغلت فيها، ولكن قول لي كده الرحله اللي انت مريت بيها كانت عامله ازاي. هي بص، هي ممكن موضوع جه معايا صدفه شويه في البدايه. انا عمري كنت بحب الكيمستري، ولا عمري كنت بحب الكيمياء في حياتي كلها. اصلا يعني اللي هو انت مالكش في الكيمياء؟ ما كنتش بحب القصه نفسها، وعمري فكرت في حياتي ان انا اكون برفيومر في يوم من الايام. كانت صدفه معايا ان كان اول شغل اشتغلته خالص كنت سيلز في محل برفيوم. فكنت حابب فكره البرفيوم، انا كنت عمري بحب البرفيوم بشكل عام، يعني اللي هو عندي خلفيه كمان عن روائح البرفيوم، بس ما كانش عندي طبعا برضو فكره عميقه شويه. لما بدات ان انا اشتغل فيها في بيت، ان انا احاول ان انا اعرف اكتر وان انا اشوف اكتر، خصوصا ان انا كان لازم ان انا اميز نفسي شويه، بحيث ان بين المكونات بتيجي منين. كنت انترست جدا بالفكرة ان اعرف ان العود بيجي من شجر معين، بيطلع ازاي، المسك بيجي ازاي من الغزالة والكلام ده كله. فكنت بقرا في الموضوع ده كتير جدا، فحبيت الموضوع قوي. فجي في بالي ازاي البرفيومرز بيشتغلوا، وقعدت ان انا اسيرش كده واشوف هما بيشتغلوا ازاي. فطلع الموضوع ان هو طبعا موضوع كبير وعميق جدا وصعب جدا، كبدايه ان انا لسه ما اعرفش حاجه. لقيت الموضوع ان انا بس من كتر قرايتي وتصفحي وان اشوف كلام الناس، لقيت الموضوع صعب جدا. بدات ان انا اشوف ان انا اطور نفسي شويه في الموضوع، بدات ان انا اخد كورسز مثلا الناس كانت بتعملها، ضيعت فيها وقت بصراحه كتير جدا. ما يعني ما فادتنيش، ممكن فادتني حاجات بسيطه يعني، بس مش ده طبعا اللي انا كنت بسعى له، مش ده اللي انا كنت عايزه. فكنت بدور على البرفيومري سكول لحد ما لقيت برفيومري سكول. وكان في الصدفه كان السنه دي، ما اعرفش هم عملوها تاني بعديها ولا لا، بس كان السنه دي كان فيها ريموت ستادي. كان فيها ايه؟ ريموت ستادي، دراسه عن بعد. اوكي، ان انت بتدرس مثلا اونلاين او بالظبط. كانت حظي كويس ان كان مدرب العطور اللي مرني اياميها كان افضل مدربين العطور في العالم، فكان هم بعتوا لي الماتيريال، كنت كل يوم بقعد معاه اونلاين، كان بيشرح لي اعمل ايه وما اعملش ايه واحفظ واذاكر. وقعدت فيها شويه، قعدت فيها كتير يعني، هي المفروض كانت تخلصها في سنتين بس طولت معايا شويه. سحبت معايا في 4 سنين شويه. اوكي. فكنت كل ده في نفس الوقت برضو جنب شغلي. كنت بحاول، كنت يعني دفعت فيها فلوس كتير جدا، فكنت بحاول ان انا اعرف اوفرها من شغلي والكلام ده كله، لحد ما الحمد لله خلصتها.
فبدأت ان انا اشوف كاريري بقى في المجال التصنيع والكرييشنز والكلام ده. اشتغلت في معمل يعني الحمد لله كان جالي شغل في معمل، وكنت يعني كنت شايف نفسي انا كنت محظوظ جدا، والناس كلها كانت شايفه ان انا محظوظ ان انا ازاي اشتغلت في المكان ده. فما كملت الشهر ونص تقريبا او شهرين دخلت الكورونا، قعدت طبعا الدنيا كلها كانت واقفه اكيد، بس قعدت افكر بقى في فكره ان انا دلوقتي انا عايز اساعد الناس ان هم، كنت بشوف طبعا كلاينتس كتير جدا كانوا عايزين يجوا يعملوا براند لاكشري نيش، براند محترم، كرييشن جديد مع برفيومر معروف، بيطلبوا بالاسم سواء ده ولا ده ولا ده، كانوا دايما اللي هو عندهم فكره ان هو لازم في مينيمم اوردر كوانتيتي، اللي انت بتطلب مثلا كميه اويل معينه من العطر الواحد، فكان دايما بيطلبوا كميات كبيره جدا. فكان الكلاينت كان دايما بتمشي ديس ابوينتد، اللي هو كان نفسه يشتغل مع البرفيومر ده بس مش عارف سبب المينيمم اوردر كبير، الكوست عالي، هيخش في ريسك شويه بالذات لو هو جديد في الـ في في, في الكارير نفسه او جديد في الـ في البيزنس نفسه او بيعمل سايد بيزنس، فبيقول لك انا ممكن اجيب مثلا هدفع المبلغ ده كله، انا مش ضامن، انا مش عارف، انا فانا ممكن مثلا الحاجات ما اقدرش ان انا اخزنها كويس او الكلام ده كله، ففي ريسك، في ريسك كتير جدا كان بيمر بيها، فكان بيضطر ان هو يمشي يروح اماكن تانية، بيروح يشتغل في الحاجات اللي هي اللو كواليتي عشان ده الاوبشن اللي قدامه وخلاص، وما بيكملش ان هو ما بيبقاش حابب، ان هو في البدايه خالص كان متارجت حاجه معينه ولقى نفسه في حته معينه. فانا كان نفسي اساعد الناس دي، كان نفسي ان انا احط نفسي مكانهم، ان انا عايز اعمل دلوقتي براند نيش ومش عايز اخد الريسك الكبير وعايز حد يساعدني في الموضوع ده. فبدات ان انا اشتغل لوحدي في البدايه، ان انا اشتغل كونسلتنت واشتغل كمان ككرييشن للبرفيومز از ا برفيومر، ان انت عايز تعمل برفيوم جديد بنوع مينيمم اوردر او بكميه بسيطه جدا، تجرب البيزنس تشوف الدنيا تمشي معاك ازاي، وكمان كفورميلا بتاعتك وكل الكلام ده كله كنت ببذل فيها مجهود جامد جدا عشان خاطر ان انا اطلعك اون ماب. فالحمد لله الموضوع عشان كان كونسبت جديد، الموضوع انتشر بسرعه شويه معايا الحمد لله. بدأت ان انا ادخل كل فترة في الشركة عندي زي اديشن جديد، مثلا اوبشن ان انا بضيفه للكلاينت ان هو يطور براند عنده. كنت الاول بشتغل في ديزايننج البرفيوم بس، دلوقتي بقيت اشتغل معايا بعديها بدأت ان انا اشتغل معايا كونسلتنت في الديزاين والشكل البوتل والكاب، بعد كده بدأت ان انا استورد اصلا الكلام ده واجيبه انا لوحدي وان انا عشان ادي للكلاينت حاجة مميزة. بعديها بشويه فتحنا مصنع الحمد لله، وبقى في تصنيع ان هاوس، بنهتم طبعا بالديتيلز وكل الديتيلز الموجوده في الباكجينج طبعا للاويل للبرفيوم للبروسيجر بتاعت التصنيع كلها كامله، استخدم فاينست انجريدينتس الحمد لله، بنستخدم احسن نوع ايثانول موجود، بنستخدم احسن انواع البوتلز الموجوده في الماركت، طبعا الكابل بامب طبعا احسن الشركات الموجوده دي. يعني اكتر حاجه كانت ميزتنا ان احنا كنا فعلا بنحاول ان احنا نطلع حاجه محدش يقدر يطلعها تاني، يبقى الباكج نفسه ريتش وتبقى البرفيوم كمان ريتش، يبقى البرزنتيشن كامل كويس. بعد كده دخلنا علينا لاين ديستريبيوشن، فكره ان انا دلوقتي برضو متعاقد مع شركه بتحاول ان هي تساعدك ان انت تعمل ديستريبيوشن للبراند بتاعك وورلد وايد، في اوروبا وفي امريكا وفي افريكا وفي ايجيا في كل مكان، بتحاول تقدم البرفيوم بتاعك لمعظم البرفيومري ستورز الموجوده في العالم، تشرجهم على الانتاج والشركه وبيعجبهم البراند، فبيعجبهم البراند طبعا بيعملوا معاك الاوردرز وبيبداوا يعملوا لك ديستريبيوشن حلو جدا. فدي يعني الحمد لله يعني دي انا ضفتها برضو في الفتره الاخيره عندي في الشركه، والحمد لله طبعا عشان احنا يعني اللي هو بنهتم جدا بديتيلز المنتج فبيكون سهل جدا علينا موضوع الديستريبيوشن، اي حد بيشوف براند طبعا بيعجبه. حلو جدا. خليني بس ارجع تاني لنقطه الدراسه لان دي مهمه شويه جدا. هل الموضوع بيبقى فيه جريدز يا محمد؟ يعني هل في مثلا برفيومر A B C زي كده اللي يقول لك الدكتور ده اخصائي استشاري استاذ؟ اكيد طبعا في تايتلز، يعني كل طبعا لاب من الناس اللي هم بيصنعوا هو في عندهم تايتلز من اول تحت خالص لحد الهيد اوف برفيومريز،
وكمان هو متخصصين في مجالات مختلفة. يعني في ناس بتحب مثلا تخصص نفسها في الفليفرز بس، فود فليفرز مثلا. اوكي اه. في ناس بتحب تخصص نفسها في البيرشن بس، في ناس ممكن تشتغل الاثنين عادي. طب وهل ده بيتوقف على الدراسة؟ يعني انت مثلا فور اكزامبل درست اكيد في في اكاديمي او سكول خاصة بالبرفيومز، هل المفروض انت عشان يعني تطلع يعني جريد اعلى، هل المفروض ان انت تدرس مثلا حاجة زي الماجستير مثلا اللي هي، ولا الموضوع بيمشي ازاي عشان اترقى؟ في البرفيومز سكول عامة انت بتدرس فيها كل حاجة. جميل. لا انا اقصد اقول عشان اعلى بالتايتل بتاعي، ايه المفروض اللي انا اعمله؟ ده بتبقى بقى ان هاوس مع الشركه، رولز الشركه نفسها هم محتاجينك في ايه معين هيخلوك تعمل عليه فوكس، هيخلوك ان انت بيدوا طبعا تريننج كتير جدا وبتبدا ان انت تطور نفسك فيها وبتحس ان انت تبقى عايز تعلى جوه. يعني انا فكره اي شركه، يعني عايز مثلا زي شركه مثلا شركه عاديه خالص فاهم، اللي هو فيها موظفين، هو كل واحد مثلا شايف مدير مثلا شايف ان الشخص ده ممكن يعليه في حته معينه، بيخليه فوكس في حته معينه، يديله تاسكس معينه يبدا يكبر فيها. يعني الموضوع بيتوقف على تقصد تقول الخبره في الشركه بتاعتي او او المكان بتاعي انا بحكم شغلي، فببدا ان انا اطلع درجه درجه. هو انا بسال السؤال ده لان انا يعني لاحظت طبعا على المدونه المعروفه اللي هي فريجرانتيكا مثلا، في برفيومرز بيكونوا موجودين، فانا بخش ان انا اعمل سيرش عليهم، فيقول لك مثلا حد زي البرتو مورياس يقول لك ده ماستر برفيوم. يعني فهو ازاي حصل على يعني كلمه ماستر دي او لقب ماستر ده، هو حصل عليها ازاي؟ بتبقى طبعا مع الوقت والخبره والعدد العطور اللي هو استخدمها من اكتر البراندات، اللي يعني كم براند هو اشتغل معايا، العطور الناجحه معايا، الاسم طبعا بيفرق. كل ما الشخص يعني كبوزيشن، يعني زي اي بوزيشن، فكره زي فكره اي بوزيشن، كل ما بوزيشن بيكبر كل ما هو التاسكس بتاعته بتعلى، كل ما هو بيبقى شخص اكتر اشهر في الشركه واكبر في الشركه. حلو جدا، ده كلام جميل قوي. طيب خليني اتكلم معاك على انت بقى تحديدا، يعني لما بتيجي بتكرييت العطر، ايه التولز اللي المفروض تكون متوفره معاك علشان اقدر ان انا اطلع العطر اللي هو اللي انا ايه اللي انا يعني رسمه في دماغي؟ او اكيد انت بتبقى متخيل في ريحه انت عايز تطلعها. يعني انا بتوقع كده وانا قاعد معاك مثلا ان انا عايز اطلع عطر يديني ريحه ال عارف انت كده مثلا لما يكون شجر ولسه نازل عليه مطر فبيبقى ليه ريحه معينه، ازاي اقدر ان انا اطلع الريحه دي مثلا؟ هي دي بتبقى زي ما قلت لك، هو فكره الانسبيريشن نفسك في الفكره نفسها، الريحه طالما انت حافظها فانت بتعرف تصممها. يعني خلاص انا شميت ريحه وحفظتها خلاص دخلت دماغي، فانا مش هنساها، انا هعرف ادور وراها لحد ما اعملها. فهي طبعا بقى مع الاكسبيرينس والمواد اللي هي قدامك اللي بتشتغل بيها، وفكره ان انت سواء عايز تعمل لها كرييشن بطريقه مثلا زي ناتشرال شويه، ولا عايز تخليها على ساينتاتيك اكتر، فبتختلف. بس هي في الاخر انت بتوصل للنقطة معينة اللي انت عايز تعملها، ده طبعا بخبرتك مع المامك اللي شم المكونات دي كلها. بس اكيد بيكون في مثلا نوتس معينة انا بختارها بناء على طبعا ما انت اكيد انت اول حاجة في الستيجز مثلا، هو دايما بتختلف من برفيومر للتاني، بس انا شخصيا مثلا لما بكون عايز اعمل برفيوم لازم في دماغي اساسا اول حاجة اللاين، انا عايز اعمل برفيوم فلورال. فببدا اشوف الفلورال الاول حاجه اللي انا عايز مقوم عليها البرفيوم، حتى لو في الهارت نوت انا عايز ايه مثلا، واشوف ايه ممكن يمشي معاها وايه ممكن اخليه جديد مش مألوف للناس. وده اكتر حاجه انا بشالنج فيها نفسي، ان انا اعمل حاجه ما حدش شمها قبل كده واحط لاينز ما حدش جرب يحطهم قبل كده على بعض. حلو جدا. فدي حاجه عشان انا مثلا لسه يعني يعتبر في بدايه، برضو يعتبر كل ده يعتبر برضو في بدايه كارير جنب ناس طبعا عمالقه كتير، فبحاول دايما ان انا اميز نفسي في الحته دي. طيب برضه حابب اعرف منك عشان الناس تبقى عارفه برضه، ايه زي ايه مثلا من البراندات انت اشتغلت معاها، او ايه الحاجات اللي انت عملتها؟ انا اشتغلت مع براندز كتير جدا، يعني هو مثلا من اشهرهم في براند سوازي بي. ده يعني براند انا ما بيني وبينه كيمستري حلو قوي، لهم عطور الحمد لله كلها بتنجح، فدايما بعمل لهم برشمز او الباول. براند من البراندات اللي انا بحبها جدا، براند يعتبر جديد اقل من سنه، هو اسمه كورد. براند هو فيه بس تو برشمز حاليا،
بس هو من البراندز اللي فعلا تعبنا فيها جدا عشان نطلع كواليتي فعلا من كل حاجه بقى، من ناحيه البرفيومز نفسها، الباكجينج، الروائح، كل حاجه فيها. البراندز اللي انا تعبت فيها جدا وبحبها جدا جدا اقربها لقلبي كورد، في البنوش براند عماني، وبراند ده انا متوقع له ان شاء الله في الفتره اللي جايه دي يعني هيجو فيري فايرال. هو البراند شغالين عليه بشكل حلو جدا ما شاء الله اصحاب البراند، ونال اعجاب لما بيشاركوا مثلا في اكسبيشن او اي مكان بينال اعجاب ناس كتير جدا جدا جدا، والناس كلها بتنبهر بالبرودكشن والروائح وكل حاجه. والحمد لله في فيدباك قوي جدا على البراند ده وعليه رهان كبير جدا. البراند ده فعلا قريب ممكن يبقى موازي لبراندات تانية برضو في نفس اللاين اللي هو شغال فيه، من الناس القديمه جدا الموجوده يعني. حلو قوي، يعني انا شايف والله يعني دي بدايه كويسه جدا. اكيد انت باصص لحاجات اعلى من كده، يعني ان انت عايز اكيد، يعني اكيد اي حد بيبقى ليه تارجت عايز يوصل له. طبعا اكيد، يعني انا زي ما قلت لك انا الحمد لله من ساعه ما بدات من 4 سنين بالظبط ان انا اشتغل لوحدي، وانا كل سنه بحاول ان انا اضيف حاجه جديده عندي في الشركه بحيث ان انا اساعد بيها الكلاينت بشكل اكبر ان هو يقدر يوصل البراند بتاعه لاكبر عدد من الناس، وان هو يطلع له براند بكواليتي اعلى من اللي انا بعمله. فكل سنه انا بحاول اطور، وكل سنه الحمد لله الشركه عندي بتكبر في مجال معين يعني. في حاجات تانية بضيفها جنب الكارير طبعا، الكريشن للبرفيومز زي ما قلت لك، زي اخر حاجه عملناها موضوع الديستريبيوشن. فبنحاول نعمل المام كتير للحاجات دي بحيث ان نخلي الكلاينت بيجي كل حاجه موجوده ان هاوس. عايز ايه؟ عايز ديزاين موجود، عايز ده موجود. بساعدك ان انا ما شتتكش، ما بوديكش مثلا ل 100 واحد وكل واحد ب 100 راي فانها يعمل لك تشويش. فهو لا، في عندنا كونسلتنت تيم بيقعد مع الكلاينت بيعرض له الافكار اللي هو عايزها، بيرسم له الفكره اللي هو للكلاينت في دماغه معينه. فالحمد لله بتكبر، والفتره دي كمان بنحاول ان احنا نكبر ان احنا نبدا نتوسع في اكتر من بلد كمان. جميل. فان شاء الله الخطوه الجايه، طبعا لو ما تعرفش انا مكتفي في دبي، تمام، والشركه تصنيعها كله في دبي. الخطوه الثانيه نفكر فيها في القاهره، ان احنا عايزين نيجي مصر نبتدي، ممكن نبتدي بشوروم وبحس ان هو برضو الكلاينت مش لازم طبعا يجي يسافر وكده، لا بيشوف كل حاجه هنا وبيظبط دنيته كل حاجه، وكل البروجكت زي ما هو مثلا مرسوم بيتصنع هناك في الامارات وبيجي له من الامارات على هنا. هو انا يعني برضه الحته اللي مضايقاني شويه ان انا ما عنديش داتابيز مصريين، ان انا ما عنديش كلاينت مصريين خالص، من يعني قليل جدا. لحد بس مؤخرا ظهر براند جديد اسمه Vibes Fragrance، ده في مصر، وعجبني جدا الفيجن اللي هم عايزين يعملوها للبراند، وطلبوا مني كديزايننج لبرفيوم معين للصيف عايزين يسموه سمر. كنت ساعتها خارج من تجربه بريز بتاع سوازي بي، وانا كنت مبسوط جدا بالفكره اللي انا عملتها للتوليفه بتاعت البرفيوم، ان انا عملت برفيوم بوزي بنفس ريحه الكوكتيلز والكلام ده كله. فحاولت ان انا اعمل حاجه بنفس الفكره كلها، طبعا بس ريحه مختلفه تماما، بس عملت حاجه بنفس الفكره ان هو البرفيوم برضو بوزي، فيه برضو الباينابل بس بتوليفه حلوه جدا ومختلفه تماما وجديده جدا 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 في الماركت، ما اتشمتش قبل كده، وعطر فعلا هتشمي فيه ريحه الصيف، هتشمي فيه ريحه البحر، هتشمي فيه ريحه السويمنج بول، هتشمي فيه ريحه الدرينكس الموجوده في البول بارتيز والكلام ده كله. حلو جدا. عطر يعني فعلا ان شاء الله نتوقع ان في مصر يعني البرفيوم ده ممكن يكسر الدنيا، وده تشالنج بالنسبه لي في مصر، فعايز اشوف الناس في مصر تتقبل الشغل ده بتاعي ولا لا. يعني انا عايز اقول لك ان انا ان شاء الله يعني هعمل له حلقه كمان قريب هتكلم عليه، لان انا عمل يعني اديت عنه نبذه كده في عطور الصيف، لان انا حاسس ان هو توليفه جديده. ولما يعني تواصلت مع فايبس او هم كلموني، انا قلت لهم انا هجرب العطر ولو الدنيا تمام هنعمله ندخله في حلقه عطور الصيف، وده حصل بالفعل، لان التوليفه بصراحه يعني كانت خطيره وجديده. حته ان انت الحته الفاكهيه توظفها بشكل بوزي دي، انا بالنسبه لي كانت فكره صايعه جدا. وانا من محبين نوتة الاناناس جدا على فكره، فلا لقيتها بشكل جديد ومختلف، وانا كمان جدا. ف يعني ان شاء الله يا رب البراند ده يعني ينجح
على حسك وتبقى انت يعني ان شاء الله يعني كده سايب بصمه كبيره فيه. واعتقد كمان ان البراند ممكن يعمل حاجه واثنين وثلاثه معاك، خصوصا لان انا شايف ان عطر سمر لا هينجح بشكل كبير جدا لو هو توليفه جديده ومختلفه يعني. ان شاء الله. فان شاء الله خير. قلت لك انا اشتغلت معاهم كديزايننج بس كبرفيوم، فدي حاجه احنا بنجرب طبعا بعض فيها، وان شاء الله دي حاجه تكسر الدنيا. ودي حاجه انا بالنسبه لي انا شايفها على مدى ابعد كتير، يعني هو ككلاينت هو شايف ان هو مثلا هو يتمنى بس ان البراند ان البراند والبرفيوم ينالوا اعجاب الناس عشان خاطر البراند، بس انا شايفها بشكل اوسع كتير، مش بس عشان البراند، عشان خاطر كمان بشوف الفيوتشر كارير بتاعي، بحاول ان انا ببني بلانز على اراء الناس في شغلي وعلى السبورت الكلام ده كله. لا لا اكيد طبعا. هو لا البرفان انا عايز اقول لك عملت بيه تيست على ناس كتير، لا عجب ناس كتير جدا. يعني عايز اقول لك مفيش حد اختلف علينا ان هو البرفان ما اقدرش اقول عليه معقد، لا هو برفان سيمبل بس في نفس الوقت ريتش جدا. وجديد. لا فلا حاجه جميله ويونيسكس، يعني ممكن حد يحط واحد او واحده، الموضوع عارف انت كده ايه. ولكن طبعا هو ماشي بشكل مرح وكاجوال اكتر. فلا بصراحه لا حاجه مبهره وجميله جدا. انا كنت عايز اكلمك سريعا كده على التكنولوجي بتاعت الجي سي ام اس دي. انا اسمع ان هي تكنولوجي بتعمل اناليسس للزيوت، فعايز اعرف منك اكتر عن التكنولوجي ديت. هي التكنولوجي هو جهاز موجود في كل المعامل، يعني هو حتى موجود في مصانع الادويه وبيطلعوا منه الماده الفعاله للادويه والكلام ده كله. بس عايز تعرف علاقته بالعطور، يعني بالعطور تحديدا، لان انا سمعت ان كان في برفيومر اسمه جوخان سمسك ده كان عامل حاجات يونيك لاكجري، عرفت ان هو بيستخدم التكنولوجي دي واستخدمها تحديدا في عطر ماشومارو. والله بص، هي التكنولوجي دي عامه هو عباره الجي سي ام اس باختصار شديد جدا، هو موضوع كبير ومعقد. انا عايزه في العطور تحديدا، يعني مش عايز اتفرع. لا وهو كمان هو برضه في العطور هو موضوع كبير شويه، بس انا هبسطه لك يعني باختصار شديد. هو زي جهاز، الجهاز ده اسمه جي سي ام اس اختصار لجهاز كروموغرافي ماس سبكترومتري. يعني ايه بالعربي بقى الكلام ده؟ اللي هو انت هشرح لك شكل الجهاز، انت هتفهم هي البروسيجر ماشيه ازاي. هو عباره عن مثلا زي جهازين كده مربوطين ببعض. جميل. في النص زي فانل، ده بتحط منه عينه من عطر انت عايز تعمل له كوبي. جميل. بتحط العينه بتخش عن طريق الجاز كروموغرافي، بيتعمل لها زي تصوير من طريق الجاز، بان هو الجاز بيفتت المكونات والعينات الموجوده جوه التركيبه كلها بشكل عام، بيخليها كلها سيبريتد عن بعض. بتبدا تتحرك في كويل، بتاخد لها شويه وقت، وده اللي بيفرق بقى في الريبورت ان هو بيطلع بدري ولا متاخر، ده عشان بتبقى فيه زي مواد اللي هي زي ما بنقول بالعربي كده محبه للحوائط للجدار، اللي هو بتلزق شويه عن طريق الجاز لسه بتقعد تتفتت لحد ما توصل للماس سبكترومتري. الماس سبكترومتري بيبتدي ان هو يسمي لك المكونات اللي اتنقلت له وبالنسب اللي موجوده فيها في البرفيوم، فبيبدا يطلع لك ريبورت طويل من كل المكونات اللي مستخدمه داخل التركيبه دي، بحيث ان لو حد عايز يعمل لها كوبي. اوكي. طبعا الجهاز فيه حاجات مثلا زي كابتف اكورد، هتلاقي كل البرفيومرز عندهم اللي هو بيبتدي يحط زي اكورد معقده شويه بحيث ان هو الجهاز ما يعرفش يقراها. والناتشرالز كمان المغارات الطبيعيه، هو الجهاز ممكن يسميها بس ما يقدرش يحدد لك النسبه شويه، ان هي بتكون فيها عمق في الريحه كبير شويه. ده بيبتدي بقى التكنيشن اللي موجود على الجي سي ام اس او البرفيومر هو اللي بيبتدي يشتغل اجتهادي، ان هو يبتدي يشوف البرفيوم ناقصه ايه، يبدا يضيفه لحد ما يماتش الريحه مع الاوريجينال، او ان هو عايز يعمل لها ديفلوبمنت، او ان هو عايز يغير ريحه، عايز ياخد منها نوته معينه، فعايز يفهم البرفيوم فيه ايه. فده استخدام الجي سي ام اس. هو انا كنت اعرف كمان بالاضافه لكده يا محمد ان هو يعني بيقول لك درجه النقاء بتاعه الزيت. يعني انا ده اللي انا قريته الجي سي ام اس. يعني ممكن ان هو يقول لك دي كواليتي عامله ازاي من حيث النقاء بتاعها. هو طبيعي، هو بيقول لك يعني هو بيسمي لك الانواع بالنسبه التخفيف الموجوده فيها واسم النوع كامل الموجود. حلو جدا. هايل. كنت عايز برضو اخد رايك في بعض العطارين، زي مثلا واحد زي اليساندرو جولتييري، وده بيقول لك عليه العطار المجنون. هو الراجل ده ليه بيشتغل بالطريقه دي؟ يعني او شايف ان ده حاجه كويسه
ان هو يعني يعمل حاجات مجنونه مثلا زي عطر فانتوماس. عايز اقول لك فانتوماس يعني كان بالنسبه لي كانت ريحه مجنونه، والناس بتحب الكلام ده. الناس بتحب الوي اوف ماركتنج بالطريقه دي. شفت نصرت الحركه دي يعني بس هل شايف ان هو يعني بيعمل تكنيك جديد غير بقيه البرفيومرز مثلا؟ هل هو بيشتغل بحاجات اكيد لا مش بيشتغل بحاجات طبعا مختلفه، لا هو شايف ان هو ده ستايل معين هو عايز يمشي فيه، هو عايز يعمله. ف يعني انت عارف يعني البراند اللي هو ناسوماتو، هو ناسوماتو معناه الانف المجنون ده بالايطالي. فهو الراجل هو عايز يقول ان انا راجل مجنون بعمل حاجات مجنونه ومطرقعه، وده اللي مخليه متميز على فكره. يعني انا لما بيجي على بالي براند ناسوماتو بلاقي ان الموضوع يعني انا مش عارف انا هشم ايه، وده اللي عمله معانا حرفيا على فكره. عشان كده هو ناجح، ودايما اي كلاينت انا اول نصيحه انا بديها له ما تحاولش تقلد حد، يعني سواء في تصوير، سواء في روايح، سواء في شكل، لازم يكون ليك بصمتك بالظبط. يعني خلي ليك سيجنتشر، وانت ممكن تاخده انسبيريشن. انا ممكن اخد مثلا زي ما هو عمل كده انا هعمل حاجه ثانيه مختلفه بس كده. دي مثلا دي حاجه كويسه جدا طبعا، ده تشالنجينج. بس ان انا اخد اللي هو بيعمله بالظبط نفس طريقه التصوير، هم حاططها عندي مثلا نفس الانستجرام بتاعه، هو نفسه اللي عندي، مفيش اي كرياتيفيتي بالظبط، ومش هتنجح. بتساعده هو ينجح اكتر طبعا. ايوه صح صح. فدي حاجه انا دايما يعني اول حاجه بنصح بيها الكلاينت، اللي هو حاول ان انت تقدم حاجه مختلفه. فهو نجح انه يقدم حاجه مختلفه، وده انه ترفع له القبعه طبعا، مسبب نجاح بالطريقه دي. حلو جدا. خليني انتقل معاك لنقطه بقى، النوتات العطريه بتختارها ازاي؟ هل انت بتكون النوتة العطرية، ولا ساعات النوتة العطرية دي انت بتجيبها جاهزة؟ يعني حابب اعرف منك طريقة بقى الشغل بقى نفسه. ساعات وساعات يعني حاجات طبعا حاجات الناتشرال بجيبها جاهزة. زي ايه يعني؟ كلمنا عن حاجات الناتشرال مثلا. الياسمين، الجرانيوم، معظم النوتات اللي النوتة العود مثلا، الاخشاب طبعا زي الصندل، المسك، اللبان، الحاجات دي كلها في معظم من الحاجات اللي بحب اشتغل بيها بشكل طبيعي، ان هي بتدي زي دبس للريحه، وبتدي زي ريتشن سكوير كمان للريحه بشكل احسن كتير. في مكونات كتير ساينتاتيك مثلا بنستخدمها برده. فكره المكونات الساينتاتيك يعني سي مثلا انا بعمل ريحه مثلا الجرينز، مثلا جرين نوت، حلو قوي، فبحط مكونات ساينتاتيك كتير جدا بتدي يعني ممكن ما تبقاش كتير جدا ولا حاجه، بس هي مكونات مثلا بحطها على بعض بشكل معين، بعمل لهم زي فورمولا معينه للنوته دي عشان تطلع لي في الاخر ريحه فيها محاكاه للريحه دي، تبقى شبه ريحه مثلا الجرين نوتس. في عطر بريز بتاع سوازي بي، اوكي عطر بريز هو في النوته بتاعت الباينابل، انا ما حطيتهاش. انا كنت قاصد ان انا ما احطهاش ان هي كنوته في ناتشرال. انا النوته هي كانت ساينتاتيك، وانا حاولت ان انا اعملها نفس ريحه الفليفر، نفس ريحه نفس الريحه بتاعت الجوس اللي هو النكتار. مش عايز ريحه الباينابل اللي هي الناتشرال. هل ممكن تكون موجود ان هي ممكن تكون نوته الاناناس بشكل طبيعي؟ هل اقدر استخدمها ان هي تكون ناتشرال ولا؟ طبعا طبعا، في براندز كتير جدا مستخدمينها بشكل ناتشرال وطلعها جميله جدا. ممكن زي افنتس مثلا؟ ممكن طبعا. طبعا. بس انا يعني فضلت ان انا اميز في الحته دي، عشان برضو ريحه الباينابل متعارف عليها في كذا براند وفي كذا عطر. فانا قلت انا عايز اخلي الباينابل بشكل مختلف وبشكل برضو متعارف للناس، الناس كلها طبعا تعرف عصير الاناناس. فعملت كفكره اللي هو ريحه النكتار مش الناتشرال. طب قول لي كده عشان برضو الناس تبقى متخيله صعوبه الموضوع. نوتة صناعية ممكن تتكون من كم مكون عشان تطلع نوتة واحدة؟ ممكن 4 وممكن 20 وممكن 100. يعني انت بتتكلم ان ممكن من 4 ل 100 علشان تطلع لي نوتة واحدة؟ بالظبط. ده الموضوع يعني معقد جدا. في حاجات معقدة شوية، بالذات لو حاجة فيها عمق للريحة بشكل كبير جدا، دي بتكون معقدة وبتاخد وقت ومجهود شوية. في مكونات بتتعمل عن طريق معادلة، اللي هو انا لازم اعمل حفظ، اللي هو انا لازم اعملها بشكل معين ده عشان تطلع في الاخر مظبوطة. دي بتبقى انا بالنسبة لي دي بتبقى اصعب حاجة، لان بتفرق معايا ان انا لو غلطت في حاجة قبل حاجة او يعني نسبة الغلط فيها بالنسبة لي انا بيكون كبير شوية، فبقعد اعيد فيها كتير.
وفي المكونات اللي هي حسب مثلا انا شايفها او حسب برضه متعرف عليها، اللي هو من خبره مثلا او من دراسه او من انا فاكر مثلا لما كانوا بيدونا اكزامبلز، فبحاول اطبقها على حاجات تانية حلو جدا. ومن الريسيرش والكلام ده برضه بتكون اسهل شويه. حلو قوي. هل الموضوع من وجهة نظرك شايف ان ممكن انا ما اكونش دارس واجيب كده شوية نوتس واولف حاجة واطلع بيها؟ يعني هل الموضوع ممكن يجي صدفة معايا؟ اه طبعا طبعا، انا زي ما قلت لك الموضوع كله هو شغف وحب للموضوع، وان انت بس تحاول انك تخصص مجهودك في الحاجة المعينة دي اللي انت عايز توصل لها، وهتوصل لها يعني. يعني هو انت في بقى جملة مهمة جدا انا عايز ابروزها، يعني قبل ما يكون الموضوع دراسة هو شغف. طبعا 100%، يعني انا ممكن ابقى قاعد مع نفسي كده معايا شوية نوتس او حاجات نوتات احادية، ويبقى عندي شغف ان انا عايز اعمل حاجة معينة، فاحط حاجة على حاجة مثلا بنسب معينة مع طبعا اضافة الكحول ليها والباقي الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها، واطلع ببرفيوم، طبعا وده ممكن يعني تبقى حاجه صدفه مثلا تطلع معايا ويبقى اكيد. حاجه رائعه. وعايز اقول لك على حاجه، يعني في برفيومرز اسامي كبيره معروفه جدا ناس كتير بتحبها، انا نفسي اكون يعني ربعهم، بس دول ما درسوش من البرفيومر سكول، دول كلهم على الاكسبيرينس وتعليم من الناس والكلام ده كله، لكن ما خدوهاش كدراسه واسامي، اللي هو انا نفسي ابقى ربعهم، وانا فعلا بشوفهم ان هم عندهم تالنت فظيعه وان هم من اشطر طبعا الناس في الكارير والكلام ده كله. يعني انت شايف ان لو في حد عايز ياخد التجربة، انت من مكانك ده بتقول له انزل واشتري وجرب، اه طبعا يعني ياخد التجربة عادي. بالظبط، هو ممكن اللي يحتاجه بس في البدايه كزي تريننج ان هو يفهم ازاي يشتغل بالحاجات دي، وان هو ازاي يعرف يجي اللي هو يترجم الحاجات اللي في دماغه شويه بس، وبعد كده الموضوع هو كلها رحله بقى انت بتبتديها وتمشي فيها مع نفسك، زي ما بحطك على الطريق وانت اوكي بتمشي، ده فكره البرفيومري سكول. حلو جدا. آه. طب هل يا محمد انت البرفيوم بيطلع معاك من اول مره؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. بتطلع ساعات بس بتبقى صدف كده. يعني ده حاجه كده اللي هو على حسب، يعني اعتقد برضو بتبقى يعني بتتوقف على الاكسبيرينس، ان عارف انت كل ما خبرتك بتزيد كل ما بتترجم اللي في دماغك اسرع اه اكيد. هي ومش بص بتهدر اكيد. اصلا انت خلي بالك برضو، ما هو انا لو قعدت اجرب مثلا مره واثنين وثلاثه ده ممكن الناس تاخده في جانب اهدار شويه، ان انا بهدر ماتيريال. ده انت وجهه في نظري النهاية انت عايز تقدم حاجة مميزة وحلو، طبعا. فانت لو انت مش مقتنع بيها 100% ما ينفعش تقدمها للكلاينت، فهي دي الفكرة كلها، ان انا دايما بقعد احاول قبل ما اصلا اخد رأي حد في كلاينت وكده لازم انا اكون راضي عن البيرشن 100%. انا في حاجات كتير جدا انا ما بكونش راضي عنها وبتعجب ناس وبتبقى عايزاها كده، انا بقنعه بطريقة ما ان انا لازم اعدلك فيها، ان انا لازم احط لازم اكون انا راضي عنها 100% عشان اعرف ان انا كمان اتكلم عنها كمان وعشان انا اكون حاببها. حلو جدا. فدي اكتر حاجه مثلا بتبقى تشالنجينج جدا لما بيكون مثلا كلاينت عايز حاجه غير رغباتي اللي هو طبعا صح. طب خليني اتكلم مثلا على شركات كبيره، مثلا شركه زي بلجاري مثلا عايزه تعمل عطر دلوقتي، فبتروح للعطار تقول له والله احنا عايزين نعمل فورميلا، او عايزين نطلع مثلا بعطر زي مان ان بلاك، حاجه زي وود اسنس مثلا. مين اللي بيدي بقى الابروف في الاخر ان العطر ده يطلع؟ الشركة أكيد طبعا. يعني هل مثلا بيبقى فيه زي لجنة أو حاجة بتوافق خلاص على الريحة اللي عملها العطار أو البرفيومر إن هي خلاص؟ فكرة إن هم أصلا طلبوا برفيوم، فمعنى كده إن هو في ديسيجن إن في برفيوم جديد لازم ينزل في سيزون معين، أو إن هو لازم ينزل في وقت معين بالظبط. هل هم يعني بيكون التصنيع بتاخد وقت كمان طويل شوية، بيكون ليهم توجه معين في الريحة، ولا هم بيسيبوا الموضوع للعطار والماركتينج علشان الموضوع بيبقى تجاري يعني بشكل حسب وحسب مش يعني في على حسب مثلا وحسب. اه طبعا يعني في مثلا زي سلسله زي مثلا زي باكوري بان مثلا لما كانوا منزلين سلسله بتاعت جود جيرل وباد بوي 1 مليون برضو يعني هي كانت السلسله دي مثلا هم خلاص عايزين يكملوا فيها شويه، فهو بيطلبوا كاديت للبرفيوم او زي ابديتد فيرجن، او ان هم اللاين ده ناجح جدا معايا بالذات ان الشركات الكوميرشال مثلا انا كوميرشالايز ببيع اسم، فانا نجحت في حاجه معينه انا هفرعها افرع كتير لانها كلها بتنجح، ف
فببقى فيه مثلا تركيز على كده. في نفس الوقت برضو بفكر في البروجكت اللي هو اللي هينزل بعد كده، ان انا هعمل اسم لحاجه تانية معينه. بيحطوا بلان لسنين يعني. انا افهم من كلامك ان الموضوع هو يعني يمكن تجاري اكتر وتسويقي اكتر. طبعا يعني تعرف بدليل ان احنا ساعات بنشوف فلانكرز دايما. يعني فلانكر ان انا ايه يعني، طبعا الناس مش عارفاها، ان بيبقى ابديت من نفس العطر بنفس الدي ان ايه، وبيضاف له حاجه، بتشال منه حاجه، ولكن بيكون ماشي على نفس الخط. وانا بصراحه مستغرب يعني، يعني فكره ان الفلانكرز دي يعني حاجه مثلا زي 1 مليون، حاجه زي انفيكتس، عايز اقول لك كل شويه نلاقي اصدار جديد طلع او فلانكر جديد. ف يعني انا بالنسبه لي بحس ان الموضوع تجاري بحت، بس برضو مش وحشه يعني. اقول لك على حاجه، انت دلوقتي مثلا عندك محل ايس كريم فانيلا، بس في مره جربت ان انت تحط عليه بيستاشيو، لا الناس عجب، الناس برضو الناس عجب فئه من الناس تانية. جربت تحط عليه شوكليت، عجب فئه من الناس اكتر. جربت تحط، فانت بتعمل المام للذوق العام. صح صح، انا متفق معاك في الجزئيه دي فعلا، بدليل النجاح بتاع عطر سوفاج مثلا. عندك الاوضو تولات، بعد كده راح للاي دي بي الاوضو برفيوم، بعد كده راح للبرفوم، بعد كده راح مكمل للالكسير. بس يعني في الالكسير انا حسيت بقى ان العطر اختلف خالص. هو لو ركز فيهم هتلاقيهم كلهم مختلفين عن بعض. لا بس يعني متفقين ان لا الاوضو تولات قريب جدا من الاي دي بي، يعني نفس الدي ان اي. لكن الالكسير انا حاسس ان هو بيرفرف كده لوحده. فده كان بالنسبه لي حاجه، لا يعني خلاص بقى احنا لقينا حاجه مختلفه، فبدانا ان احنا لا حسيت ان في برفيوم جديد فعلا. هو لما بتيجي تعمل عامه البرفيوم، لما بكون مقرر انا عايز اعمله ايه، عايز اعمله اي دي تي ولا عايز اعمله اي دي بي، مش زي ما الناس فاكره اللي هو انا بس فكره الاي دي بي والاي دي تي هو نفس الزيت بس فرق كميه الزيت الموجوده في الازازه. لا هو مش بس كده، انا فكره ان انا اصلا في البروسيجرز بتاعه الكرييشن بتاعه البرفيوم نفسها، انا بكون عايز اعمله اي دي تي، فكون تركيزي اكتر على التوب نوت عشان اخلي البرفيوم فوحان اكتر. فلما باجي اعمل البرفيوم بارفام او اي دي بي، بكون تركيزي على البيز نوت اكتر، ان انا عايز اخلي البرفيوم فيه لونج لاستنج شويه مش زي الاي دي تي، وفي نفس الوقت انا مش هممني قوي موضوع الفواحين. يعني يعني هممني اكتر موضوع الثبات عن موضوع الفواحين. لكن في الاي دي تي تركيزه طبعا في التوب نوت، عشان ده اهم حاجه بالنسبه لي، ان البرفيوم يكون سلاج وفواحين. اكيد طبعا. طيب خلينا نتكلم عن موضوع الكحول بقى شويه. يعني هل الكحول ده بيختلف مثلا من يعني من نوع لنوع؟ هل بيفرق في البرفيوم؟ هل كل الناس يعني بتشتغل، اكيد كل شركه بيبقى ليها نوع كحول معين، فهل انت شايف ان الموضوع ده بيفرق في البرفيوم نفسه؟ اكيد هو الكحول ده مكون اسينشال من ضمن البروسيجر بتاعت التصنيع. يعني كان قلنا الموضوع مثلا التصنيع. طبعا الايثانول ده مكون اسينشال طبعا من في البرفيوم، علشان وبيفرق في حاجات كتير جدا، يعني مش بس ان هو بس بيساعد ان البرفيوم يطلع من البخاخ، لا هو ليه بروسيجرز كتير جدا، ان هو بيساعد في الفوحان وبيساعد كمان في الميتوريشن بتاعت البرفيوم مع الوقت. بيساعد في حاجات كتير جدا، فطبعا في نقاء ودرجه النقاء بتاعته العاليه بتفرق اكيد في البرفيوم. حلو جدا. يعني ببساطه شديده جدا نقدر نقول ان العطر ده في الاخر بيتكون من زيت عطري، كحول، ايه تاني؟ انت بتتكلم في بروسيجر التصنيع ولا مكونات كمكونات بشكل عام؟ يعني مش هتكلم في التصنيع دلوقتي، ولكن عايز اتكلم بشكل ان جنرال. يعني الحاجات الاساسيه اللي في العطر الاسينشلز طبعا هو الاويل الموجود جوه البرفيوم، والايثانول دول الميجرز اللي جوه البرفيوم. دي من اهم الحاجات اللي ممكن يعني ان المصنع او الشركه هي اللي تهتم بيها يعني. طبعا. طيب خليني اسالك بقى في حاجه ممكن تكون عامله لغط كده عند ناس كتير، وفي ناس تقول لك انا متفق مع الكلام ده، وفي ناس تقول لك انا مختلف مع الكلام ده. حته البرفيوم الديزاينر والنيش. انا ساعات بكتشف ان في بارفانات ديزاينر، عايز اقول لك احسن بكتير من بارفانات النيش. يعني هل انت يعني شايف ان التصنيف ده حاجه فير ولا ديزاينر ولا نيش؟ المتعارف عند الناس ان يقول لك البرفانات الديزاينر اللي هي مثلا ايه، شركات مش بتعمل برفانات بس، اللي هي تقول لك بتعمل اكتر من حاجه زي ملابس، نظارات، حاجات كده، وبتكون ان الكواليتي بتاعتها اقل شويه من البرفانات النيش في الماتيريال نفسها.
في البارفانات اللي هي النيش اللي بيتقال عليها نيش، يعني يقول لك دي شركات بتكون متخصصة في إنتاج العطور فقط، وبتخصص الميزانيات بتاعتها كلها في انتقاء الماتيريال بقى والزيوت وكده. هل ده كلام مظبوط ولا انت مش حابب اصلا ان انت تقول ده ديزاينر وده نيش؟ انا بص هقول لك على حاجه، انا ما بحبش جدا موضوع التعميم عامه في اي حاجه. يعني فكره مثلا ان البراند ده يعني سي مثلا براند ايه، براند بتاع اصلا ملابس، لما جه عمل عطور عملها بلو كواليتي، فمعنى كده ان كل براندات الملابس اللي بتعمل بيرشم فيها لو كواليتي؟ لا مش شرط. ممكن براند بيستخدم، هو شايف ان الموضوع كوميرشلايز اكتر، ان هو عايز يقلل الكوست بتاعه، مش همه الباكج، مش همه الكواليتي بتاع البيرشم، هو بس عايز يحافظ على اسمه ان يبقى عنده حاجه المام شامل. وفي براند لا، هو عايز يدي كل حاجه حقها. طبعا البراندز دي بيكون كابيتال بتاعهم ضخم، فاللي هو بالنسبه له ان يعمل حاجه مثلا زي ما هو عايزها سهله، مش صعبه خالص يعني. فزي هي ففكره ان انت تعميم ما بتبقاش فير يعني. اللي هو زي مثلا البرفيومرز لازم يبقى فرنسي، البرفيومرز الثانيين كلهم لا مش زي دول. لا هي مش تعميم، هو كل واحد شاطر في حته، كل واحد بيعمل بيركز في حته وعايز يوصلها بحته معينه يعني. انت تقصد بالتعميم؟ لان انا ما فهمتش الجزء ده منك قوي، يعني التعميم اللي هو اللي انا اقصده اللي هو مثلا زي مثلا الناس بتقول لك البرفيوم اللي هي الكوميرشلز، اللي هو مثلا زي فور اكزامبل يعني باكوري بان مثلا، عشان بيعمل لاينز كتير جدا وبيحاول يعمل كومباتيتيف رايز، لو عنده برفيوم مثلا ككواليتي مش هحبه، عشان هو تركيزه اكتر مثلا في في في, في حاجه تانية، سواء فاشن او سواء اي حاجه تانية هو بيقدمها، فلا يبقى النيش احسن عشان النيش تركيزه كله في البيرشن بس. لا بس دول عندهم برضو ديبارتمنت مخصوص للموضوع ده، بدليل دلوقتي ان في الفتره الاخيره براندات كبيره جدا بدات تعمل برايفت كوليكشن. ما هو بالظبط، يعني عايز اقول لك مثلا ديور عندها حاجات جامده جدا طبعا. فانت بتتكلم ان يعني انت شايف ان مصطلح ديزاينر ونيش ده احنا اللي مخترعينه يعني؟ لا مش مخترعينه طبعا، هي يعني دي حاجه ودي حاجه والاثنين يعني بص ما ينفعش تقارنهم ببعض. اول حاجه مش هتعرف تلاقي واصله في النص ما بينهم. يعني ده ليه كلاينت معين وده ليه كلاينت معين وده الاثنين، وممكن نفس الكلاينت يحب الاثنين. يعني انا عادي، انا ممكن ابقى عندي مثلا ايترنتي وعندي روجر مثلا، بستخدم الاثنين والاثنين بحبهم جدا. فعارف اللي هم عادي، هو الحب حاجه واقصد الكواليتي حاجه تانية. بالظبط يعني. اكيد. فهي بقى زي بقى الفكره كلها هي حسب هم اللاين اللي هم مخصصين للبرودكشن، هو عايزين يعملوه ازاي، هي بتختلف من الشركه للشركه الثانيه. طيب يعني مين اللي بيقول ان ده نيش او ديزاينر؟ يعني مين اللي يقدر ان هو او ليه السلطه ان هو يقول على البرفيوم ده اذا كان ديزاينر او نيش؟ ما هو نيش، هو النيش ده هو اصلا مصطلح للشركات اللي زي النيش الموجوده عندك في السوق. انا فاهم اللي هو ده تخصص مثلا للحاجات الغاليه فقط، اللي هي اللي هو الاطباق والكلام ده كله. طب ما هو ممكن تكون يا محمد حاجه غاليه انا يعني مش قصدي بس على ان هي غاليه، قصدي ان هو مثلا خلاص دي براند مثلا زي روجا مثلا. روجا هو براند نيش لان هو مخصص تصنيعه كامل وتركيزه الاوحد في العطور، في العطور فهو عشان كده هو نيش. لاكشري طبعا تقارن بقى بحاجه ثانيه، هو براند لاكشري بيستخدم فاينست ماتيريال، شكل البوتل، شكل الكاب، الكلام ده كله. هو طبعا عامه بشكل عام يعني اكيد اي حد الميزانيه بتاعته هتكون في العطور من الشركات الكبيره اكيد لازم يبقى الكواليتي بتاعته حاجه كبيره اكيد. ولكن اللي انا عايز اقوله ان برضو ان الشركات زي ما انت قلت اللي بتعمل حاجات زي الفاشن والنظارات او الهدوم او الحاجات اللي زي دي ممكن برضو يطلعوا حاجه بكواليتي عاليه وتبقى نيش على فكره. بالظبط هو ده اللي انا عايز اقوله. انت عايز اوصل لك بقى ديور برايفت كولكشن مثلا، هو بالظبط ده اللي انا عايز اقوله. عالي جدا. عندك توم فورد برايفت كولكشن كواليتي عاليه جدا، ارمس برضو عنده كواليتي فاينس انجريدينتس كمان. ففكرة المصطلحات دي يعني هي طبعا مصطلحاته موجودة ومدرجة وكل حاجة، بس ما ينفعش انت تعمم على ان كل دول وحشين او عشان واحد منهم وحش. اكيد طبعا كل دول حلوين عشان واحد منهم حلو. حلو جدا. طيب حابب اعرف منك انت ايه النوتس اللي انت بتحب ان انت تشتغل بيها بقى؟ حاجات كتير بصراحة. انا بحب قوي قوي النوتسات العنبرية كلها.
يعني دي اكتر حاجه انا شايف نفسي مميز فيها جدا. بتحب العنبر جدا؟ بحب الصندل جدا، انا من عشاق خشب الصندل برضه. وبعرف اوظفه بشكل يعني ان انا اعرف اطلعه بشكل جديد كمان، فبحب جدا النوتات اللي فيها الصندل والعنبر. حلو قوي. دول مفضلين جدا بالنسبه لي. العنبر اكيد في منه طبيعي وصناعي، ويعني دي قصص كتير اعتقد. طبعا اكيد في مسميات كتير وحاجات كتير. الحاجات العود مثلا بشتغل بيه، بس يعني ما بفضلوش في اكتر الاوقات، بس بعرف اشتغل بيه كويس. النوتات طبعا الزهور كلها انا بحبها جدا جدا جدا، يعني من المفضله يعني بالنسبه لي. حلو جدا. هايل هايل. طيب علشان هنا يعني يبقى عندنا بقى عطارين بقى طالعين من مصر، ايه المفروض يعني اللي احنا نعمله، او انت شايف الموضوع ده عشان يكون في بقى صناعه برفيومرز ونطلع كوادر زيك كده، يعني توجه رساله الناس تعمل ايه، او ايه اللي ممكن يعملوه علشان يتحطوا على التراك؟ هو لازم الاهتمام بالاندستري نفسها. بمعنى ايه بقى؟ عايزك تكلمني عن موضوع الاندستري ده. في مصر مثلا ماتيريالز، الياسمين، جرانيوم، ماري جولد، الحاجات دي من افضل المكونات اللي موجوده في العالم في صناعه العطور. شركات العطور بشكل عام حوالين العالم ما بتقدرش تستغنى على الاسينشلز، الحاجات دي الحاجات دي بالنسبه لها اسينشلز، يعني لازم يجي ياخدوها من مصر. فبيصعب عليا قوي ان هي الهواء مثلا احسن كواليتي ياسمين مثلا في العالم انك ما تقدرش ان انت توفره من مصر، توفره من بره. حاجه كارثه. عشان هم الديوليشن بتاعهم هناك احسن من اللي انت هتطلعه من مصر. فلازم الاهتمام بالاندستري نفسها شويه، ومن ناحيه ان تطلع ناس تدي تطوير في الصناعه نفسها. لكن هو لو ما فيش دراسه قوي فهو هتلاقي التطوير ضعيف، وهتلاقي اللي راح بره عشان ياخد الدراسه من بره فهو هيطور بره مش هيجي. او هيجي بس هو بالنسبه الاكبر اللي مطلع له اللي مديله المعلومات وعايز يستفاد منه، عايز ياخد منه الكرياتيفيتي اللي عنده. اكيد في ناس ممكن يكون عندها احلام ان هي تشتغل في شركات وتعمل عطور، يعني شايف ان الموضوع محتاج، يعني عارف ان انت ايه، لا ما هو انت مضطر ان انت تخرج بره مصر علشان خاطر تدرس، علشان خاطر تتحط على التراك، علشان يبقى ليك الكارير بتاعك. الموضوع يعني احنا محتاجين فاسيلتيز. للاسف مصر مش يعني صعبه جدا فانك تحصل حتى معلومه واحده كويسه انك تفيدك يعني. والله اتمنى يعني على الشورت تيرم وفي وقت قريب ان احنا يكون عندنا اكاديميات على الاقل ان هي تطلع ناس وكوادر، يعني اكيد. واللي هو وفعلا وكمان كبلد نفسها هي تساعدك جدا اساسا انك تطلع، يعني ما فيش حاجه يعني مش ناقصه، يعني ناقصه في مصر كل حاجه موجوده. فاللي هو هتطلع فعلا عبقرة في الكارير نفسه، بالذات انت عندك ماتيريال كمان اساسا من الماتيريالز اللي الناس في العالم كله بتستنى تاخدها من عندك. خطتك ايه الفترة اللي جاية؟ ناوي على ايه؟ يعني هل ممكن، كنت انت بتكلمني قبل كده بتقولي ان انت عايز يكون ليك مكان في مصر يسهل على الناس الموضوع، ان يبقى ان هم يعملوا فورميلا لو في شركه عايزه تعمل حاجه، يعني كلمني بقى عن الموضوع ده. انا ممكن مثلا من ساعه ما اشتغلت الحمد لله عملت براندز كتير جدا جدا جدا. بس ممكن يضايقني قوي ان انا ما استضفتش ان عندي كلاينت مصري. يعني قليل جدا يعني اللي اشتغلت معاهم مصريين. فانا حابب ان حد يشتغل مع حد مصري، نكبر براند مصري والكلام ده كله، وان انا فعلا اطلع من مصر حاجه تبقى مشرفه وحاجه تبقى كويسه جدا. فكخطوه انا عايز ابتدي زي الاول زي ما قلت لك ان انا عايز اعمل شو روم في مصر، ان هو يكون الكلاينت يقدر ان هو يرسم كل حاجه هو عايزها ويجرب كل حاجه هو عايزها، ومش شرط بس مني انا، كمان بوصله البرفيومرز تانيين طبعا وماسترز برفيوم. يعني اللي هو بالاتفاق طبعا معاهم ان هم برضو بيشتغلوا معانا، اللي هو سواء انت عايز البرفيوم عايز تختار
خمس عطور من خمس برفيومرز مختلفين. انا بساعدك ان انت تتواصل معاهم وتقول لهم انت عايز ايه بالظبط، وهم بيعملوا لك اللي انت عايزه بالظبط، وبقوم لك كل حاجه ككونسلتانسي وكل حاجه كبراند، وبجهزه لك بره وبجيبه لك مصر. لو الموضوع ان شاء الله يعني عرفنا ان احنا نتطور فيه شويه كبلان، ان احنا نعمل كمان تصنيع في مصر. يعني نعمل لاين للتصنيع في مصر، ويبقى نطلع لك براند لكشري برفيوم براند ميد ان ايجيبت. حلو جدا. بس اعتقد الموضوع ده هيبقى محتاج دعم من الدولة كبير. هو محتاج بس شغل كبير شوية. بس ان شاء الله يعني شايف ان احنا نقدر نعملها كويس. يعني والله نتمنى ان البودكاست اللي احنا بنعمله دلوقتي ده ان حد يسمعنا ويتحرك في موضوع دعم صناعة العطور في مصر. عايز اقول لك الموضوع ده هيفيد البلد بشكل كبير جدا. طبعا. جدا. يعني احنا عندنا كنز والله. انا شايف ان هو لو بدأنا بس ان احنا عارف انت كده نحركه شوية، الموضوع هيفرق معانا بشكل كبير قوي. يعني ممكن نفتح فرص شغل، ممكن يعني نحط مصر على يعني عارف على خريطة صناعة العطور، ويبقى في يعني عطارين ونعمل حاجات كبيرة جدا. يعني هو برضو عشان ما نظلمش هدف الموضوع، هو موجود الموضوع وموجود شركات وموجود، بس مش كبيرة ومش مشهورة شهرة زي الشركات اللي موجودة بره. مع ان زي ما قلت لك ان احنا نقدر نوصل زيهم ممكن اكتر كمان. ما احنا عندنا الماتيريال اللي موجوده يعني عندنا كل حاجه يعني عندنا ساعد جدا. انا عايز اقول لك والله انا يعني انا لسه بتعرف على شغلك من قريب، انا انبهرت. ما كنتش متوقع ان انا يعني الاقي الحاجات بالجمال ده والنقاء ده، ولكن انت عامل حاجات يعني مش اقل من اي حد برفيومر اجنبي. يعني انا صعب عليا الموضوع، لان طب ما يا جماعه في كوادر اهو موجوده عامله شغل كويس جدا، ونقدر ان احنا كمان يعني نخزو بيها السوق الاوروبي والخليجي. فعارف فالموضوع يعني انا كمصري دمي محروق لحاجه زي كده. طبعا. فحاجه تزعل والله حرفيا. فاتمنى يعني ان يعني نلاقي دعم من الدولة، نلاقي دعم من حد رجل اعمال يعني يبدا ان هو يهتم بالصناعه دي، ويبقى فيه كوادر، يبقى فيه عطارين، علشان الدنيا يعني هتبقى عائد علينا كلنا. اكيد طبعا، وكلنا نتمنى كده، وكل واحد بيحاول يعمل اللي عليه يعني. والله لو كل واحد فعلا بيحاول يعمل اللي عليه يعني فعلا ممكن نوصل في حته تانية خالص. والله يا محمد نتمنى ان المسجز دي توصل. قول لي مثلا كان ايه مثلا من العطور اللي انت كنت قلت يا انا لو حابب ان انا اعمل العطر ده، او ان انا كنت انا البرفيومر بتاع العطر ده؟ يعني من العطور اللي انت مثلا يعني انا بكلمك دلوقتي كواحد بقى هاوي، او ان انت بتحب العطور، ايه العطور اللي عجبتك يعني من البراندات او عطار عمل عطر فانت حسيت ان هو العطر ده جامد جدا؟ هو صار حلو قوي بصراحه، و يعني هو بص انا بحب البرفيومز جدا، ومفيش يعني كل براند ممكن يعجبني فيه عطر او اتنين، واكون يعني اللي هو كان نفسي اقول ايه، كان نفسي اكون انا اللي عملت البرفيوم. في حاجات كتير جدا بقى، في عندك مثلا كريد ايفنتوس في القديم شويه، عندك شاليمار جيرلان، في ايه تاني طبعا بكرات روج. انت بتحب الحاجات الحاجات اللي سايبه بصمه. انا طبعا ما اكيد، ما هو ده اللي انا اقول لك، اللي هو لو انا كنت فعلا عملت حاجه زي كده خدت البصمه دي كان الموضوع طبعا كنت احب ان انا ابقى في ال ايه عطرك المفضل بقى؟ عايز اعرف اكيد في ناس عماله بتتساءل دلوقتي، يا ترى البرفيومر اللي قاعد مع عمر دلوقتي ده ايه هو العطر المفضل بتاعه؟ عطر المفضل عندي يعني هو من سوازفي شيدز. عايز اقول لك جميل جدا جدا. انا يعني انا لما جربته بصراحه وشميته، لا انا شايف ان هو حاجه زيه زي اي براند عالمي، وده اللي ضايقني. عارف اللي هو طب يا جماعه احنا عندنا هنا عطار مصري يقدر ان هو يعمل حاجات زي البراندات العالميه. انا مبسوط جدا ان يعني عارف لما حد اجنبي يعني انا عارف ان طبعا براند سويسي بي يمتلكوا اونر بلجيكي، واحده جنسيتها بلجيكيه. الجميل بالنسبه لي ان هي لجأت لحد برفيومر مصري علشان يعملها العطور، على الرغم ان هي كانت ممكن تروح لحد برفيومر اجنبي، ولكن انت اكيد اثبتت لها نفسك بشغلك لما تعرفت على العطور بتاعتك. فدي كانت حاجه جميله جدا ومشرفه لينا كلنا كمصريين. يعني انا سعيد بحاجه زي كده جدا.
هو الحمد لله طبعا قبل اي حاجه، وهي اللي عرفته اصلا من بعد كده كمان، ان هي لما جت قالت لي ان هي زارت ناس كتير جدا قبلي وما عجبهاش الشغل، اكتر شغل عجبها الشغل معايا، عشان كده حبت تكمل معايا وكده. حلو قوي فالحمد لله يعني عاملين نجاح كويس مع بعض، وانا الحمد عامل لله. البراند ده كيمستري كويس، انا كل عطر بنزله الحمد لله بينال اعجاب ناس كتير جدا، حتى البرشن فور بيبيز اللي موجود جميل. يعني ما شاء الله اللي عاجب الناس كلها وشغال حلو جدا كمان. شغال ايه مؤخرا؟ بتعمل ايه لبراندات؟ او يعني في براندات اكيد هتخرج ان شاء الله. انت كنت بتكلمني ان في حد تقريبا براند عماني انت شغال معاه في تقريبا. براند عماني جديد اسمه محايزم، حلو. وفي شغال في براند اسمه ليل. ليل ليل ده برضو قريب هيكون موجود، كويس قوي. وفي براند اسمه سميل اوف نيش، ده برضو اليومين الجايين، وبراند ده حلو جدا جدا جدا، حلو ده خلال كام يوم هيكون موجود متاح. دول خلاص اللي هم في اليومين دول. في الشهور الجايه في كام براند جديد هينزلوا، حلو قوي. وفي عطور هتنزل لبراندات كبيره كمان، بس يعني ماشي بلاش اقول اسامي على اساميها دلوقتي، على ايه ناخد تصريح كده منك في البودكاست ده يعني يبقى حصري للعطر هو بس كاست. عشان يعني هو خلاص يعني هو في كونفرميشن بس مفيش 100% يعني هنتفاجئ قريب ان شاء الله. يعني اتمنى لك يا رب التوفيق ان شاء الله. كنت اسالك على عطور المحاكاه، ايه رأيك فيها؟ اللي هي العطور اللي بتبقى بتقلد حاجة تانية، ايه رأيك في الموضوع ده؟ يعني هل انت بتعترف بموضوع المحاكاة ده ولا شايفه من وجهة نظرك كبرفيومر شايفه ازاي؟ بص انا دايما مقتنع ان كل حاجة موجودة في الماركت فهي تستاهل تكون موجودة في الماركت. ممكن الناس هي ليها مثلا بادجت معين لحاجه معينه فبتحب العطور دي، فانا شايف ان هو عادي ما فيهوش اي عيب خالص، وان هو عايز يتعطر بريحه قريبه من الريحه بتاعت البرفيوم الفلاني بس هو مش قادر ان هو يشتري، مش عيب خالص ان هو يشتري بسعر اقل خالص ما دام ان هو مقتنع بالريحه. انا دايما بخاطب ناس معينه، مش الناس اللي هي ممكن ترش عطورات المحاكاه، لا انا بتارجت الناس اللي هي بتعرف تميز. بس معلش انا في جمله عايز ارجع لها، اي حاجه موجوده في الماركت تستاهل ان هي تكون موجوده في الماركت. معناه ايه الكلام ده؟ يعني طب ما هو ممكن في حاجات ما تكونش كويسه. لو مش كويسه مش هتنجح. او انت عايز تقول ان اللي هينجح هيفرض نفسه؟ بالظبط. طب على سبيل المثال ايه من الحاجات المحاكاه اللي انت شايفها؟ يعني انا اعتقد ان في بعض الدور الاماراتي عامله حاجات محاكاه دلوقتي. انا بصراحه ما عنديش خلفيه عنهم قوي، ان انا ما انا شخصيا انا بعيد عن القصه دي خالص، ولكن انت شايف ما احبهاش. ولكن انت شايف من وجهه نظرك ان في عطور اللي هي محاكاه اللي هي يعني بتقلد ريحه تانية بتكون الكوست بتاعها اقل شويه، فانت بتقول ان في اكيد جمهور مش بيقدر على الحاجات اللي هي العاليه، فانت شايف ان ده حاجه يعني طبيعيه ان ممكن تكون متداوله يعني. بالظبط. بس انا شخصيا بتكلم عن رايي الشخصي، مثلا انا ممكن افضل ان انا اشوف برفيوم رخيص معمول بطريقه نظيفه كويسه على ان انا اجيب برفيوم مجهول المصدر بالنسبه لي كتصنيع وماتيريال مستخدمين عشان يقللوا الكوست ده كله. ما اصل انت برضه خلي بالك، انت لما امسك مثلا باكج تقييم نظري، انا شايف مثلا لو خلينا ندي مثال بسيط، انا ماسك في ايدي مثلا ازازه برفيوم، انا شايف ان هي المينيمم كوست بالفخامه اللي فيها دي مثلا بتساوي ككوست، بس انا لو انا مثلا بترجم مثلا سعر بوكس مع سعر ازازه مش عارف ايه، يعني انا ممكن تبقى مثلا 20 جنيه مثلا انا مقيمها بكده، اروح اشتريها الاقيها ب 15 جنيه. ما في حاجه غلط، في حاجه انت متضمنيني، ممكن الماتيريال اللي مستخدمينها فيها مشكله، ان هو الكحول اللي مستخدمين فيه مشكله. فانا بالنسبه لي بحط علامات استفهام كتير على حاجات كتير يعني، وشكاك شويه. فانا شخصيا ما احبش الحاجات اللي هي مجهوله مصدر التصنيع بتاعها ايه والكلام ده. فعشان كده ده شخصيا انا ما احبش الحاجات دي، بس في ناس خلاص شايفاها جربتها وشايفاها تمام عندهم قلب يجربوا الكلام ده عادي مفيش. طب الـ 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 يعني البراند المصري علشان يعني يكون ماشي بشكل صح وتمام لازم يكون مسجل؟ يعني انت من وجهة نظرك يكون متسجل ازاي؟ يعني هل
اكون مسجله بشكل صحي عن وزاره الصحه. لازم البراند يكون مسجل، لازم يكون مطابق للمواصفات العالميه اللي متعارف عليه، اللي هو بيطلع لك السيفتي داتا شيت بتاعتها، اللي هي بتضر ايه وما بتضرش ايه وبتضر مين وما بتضرش مين. فلازم ابقى فاهم انا بحط ايه قبل ما اكيد طبعا ده 100%. فيعني انت بالنسبه لك مش بتبقى عايز اي حاجه كده وخلاص، لا يعني عشان تبقى يعني مطمن ومرتاح لازم يكون الموضوع فيه. انا شايف بصراحه ان ده الطبيعي لاي شخص، يعني المفروض هو يبقى فاهم هو بيرش ايه قبل ما قبل ما يرش يعني هو. ده مهم جدا على فكره محمد، لان من في ناس على فكره اي حاجه، خصوصا ان انا بسمع يعني بسمع حاجات كتير جدا وبستغرب وبشوف الضمير الناس ازاي بيسمح لها انها تعمل كده. يعني اكتشفت ان براندات كتير جدا 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 اللي موجوده بيستخدموا الميثانول مش الايثانول. يا نهار ابيض، كتير جدا بيستخدموها، حاجات معروفه. انا ما اعرفش، انا سمعت يعني، انا طبعا ما عنديش معلومه اكيد 100%، بس انا سمعت بيقول احنا في المصنع عندنا الميثانول بنستخدمه وساعات بنمكسه مع ايثانول. طب يعني انتوا ما فيش ضمير، ما تعرفش اضرار الميثانول على الناس ممكن يعمل فيها ايه؟ الموضوع كارثي على فكره طبعا. ف عشان كده زي ما قلت لك انا، لذلك يعني خلينا احسن لما نيجي نجيب حاجه، ودي طبعا رساله للناس، ان هم يستخدموا الحاجات اللي هي المطابقه للمواصفات العالميه والصحيه، لان الموضوع ده يا جماعه خطر جدا ان احنا نستخدم اي حاجه ممكن الموضوع يؤدي الى كوارث. طبعا اكيد. خلينا نختم بحاجه كده يعني علشان تبقى دي الروشته الاخيره. الناس اللي هي حابه ان هي يعني عايزين بقى ان هم يكونوا عطارين زيك كده، شايف النصيحة الأولى اللي انت ممكن تقدمها ان هم يجيبوا مثلا نوتات أحادية ويبدأوا ان هم يشتغلوا بنفسهم وبعد كده يدرسوا، ولا يعني ياخدوا الموضوع ازاي step by step؟ لا، هو لازم يفهم بس في الأول هو هيعمل ايه بالماتيريال دي. تمام، يعني مش معنى انت جبتها فانت تعرف تعمل بيها حاجة، فانت لازم تبقى فاهم انت عايز تعمل بيها ايه بالظبط. بتشوفها، بتقرأ عنها، بتشوف الريحة عاملة ازاي، بتفضل تعملها على تخفيف كام وتركيز كام وتمكسها مع ايه. فده اللي هياخد منك مجهود في البداية شوية، انك تعرف تحط رجلك على التراك ده. بعد كده هات اللي انت عايزه وجرب وابدأ. اكيد طبعا يا محمد، النسب بتفرق يعني. يعني ممكن مثلا عايز اقولك ان 1 ملي زيادة من زيت معين ممكن يغير الريحة بشكل طبعا مش بس نسب المكون نفسه اللي بتفرق، ده نسب تخفيف المكون نفسه بتفرق. تخفيف المكون بمعنى ايه؟ يعني سي مثلا خلينا نتكلم في نقطه طبيعيه عشان الموضوع يكون سهل شويه. الياسمين مثلا، الياسمين لو انت استخدمته بالاستخدام المطلق داخل القطر مش هيدي لك اللي انت عايزه، ان هو هيطفي لك على النوته كامله كده، الهارت نوت كامله بتطفى، لان هو ريحته قويه شويه وممكن تغطي على حاجات تانية كتير. فانت بيفضل ان انت تبدأ تخفف فيه لحد ما توصل للدرجة اللي انت عايز الياسمين تكون واضحة في النوتة دي. فانت بتخفف النوتة لوحدها على جنب، بعد كده بتبدأ تضيفها جوه الفورميلا بتاعتك بعد التخفيف بتاعها. فطبعا تخفيفها بيفرق. يعني لو الياسمين مثلا متخفف على نسبة 5% او 3% او 1% او 100%، اوكي، الكاتيجوري من دول ريحه مختلفه للياسمين. طب والتخفيف ده بيبقى باضافه الكحول مثلا ليها؟ اضافه الكحول او الدي بي جي او الاي بي ام. حلو جدا. يعني الموضوع بيبقى محتاج تجربه في الاول. يعني نصيحتك للناس ان هي تجيب وتبدا تجرب، انك تبقى عندها المعلومه الشامله، بس ان هو ازاي ابدا ان انا اشتغل بالماتيريال اللي انا هجيبها. ما يبقاش ان انا جبت الماتيريال انا مش عارف اعمل بيها ايه. صح، اللي هو بس اللي هو حرام يعني. اللي هو بس افهم بس الاول انت عايز تعمل ايه بالماتيريال، وابدا اشتغل بيها زي ما انت عايز، وانا متاكد انك تعرف تطلع حاجه 1000000%. حلو، حلو جدا. وبعد كده يبدا بقى يقدر ان هو يعني لو في دراسه بره او حاجه يقدر ان هو يدرس علشان الموضوع حتى يعني يزيدوا خبره. بالظبط. وانا برضو اللي انا بشوف بقوله للناس ان انت ما تضيعش وقتك في حاجات مش هتفيدك في حاجه. في حاجات كتير جدا الناس بتفضل تشرح للناس وهعمل لكم واسوي لكم، يجي يدفعوا لهم الفلوس يجي يشرحوا لهم، يلاقي اللي بيتكلموا في حاجات اللي هو اشتري زيت مش عارف منين من شارع ايه وحط عليه شويه كحول وحطه في الازازه ورجه. بالظبط. لا ده كلام سطحي جدا يعني. لكن الكلام ده كله طبعا موجود بره اكيد في اماكن معتمده.
فهم يقدروا ان هم يعملوا سيرش على الاماكن ديت يعني. طبعا اكيد لو مش عايز او مش قادر ان هو يروح في ناس كتير مدربين محترفين يعني اللي هم بيعملوا فيديوز وبيشرحوا التخفيفات والكلام ده كله وازاي استخدام المكونات دي كلها على اليوتيوب وفي كل مكان. في ناس بتقدم محتوى كامل على دراسة البرفيومري. جميل. ممكن يعديك مثلا تو ليفلز مثلا وانت ممكن انت وشطارتك تقدر تكمل. حلو جدا. انا بشكرك، كنت سعيد معك النهاردة جدا. المناقشة معك حلوة قوي يعني، الواحد كان نفسه يعني ان القعدة تطول اكتر من كده، بس والله يعني لا، اخدنا النهاردة معلومات جميلة، اعتقد الناس استفادت بشكل كبير. يا رب ان شاء الله يعني نشوف لك كده براندات تكسر الدنيا ان شاء الله. وحابين بقى في مصر ان انت يكون ليك مكان خاص بيك، علشان يعني في اكيد ناس عايزه تعمل براندات تكون انت يعني سند وظهر ليها، ونطلع بقى حاجه يعني منتج، يبقى منتج مصري، برفيومر مصري، والمنتج ده يغزو بقى الاسواق الخليجيه والاوروبيه يعني. كل ده اكيد ان شاء الله يعني مش صعب والله. انا شايف ان الموضوع يعني يكون بس عندنا النيه ونشتغل ونتكتف ونتوكل على الله يعني. طبعا زي ما قلت لك ان انا الخطوه دي قريب جدا جدا هتكون موجوده في مصر، بس بنحاول نعملها بشكل صح شويه عشان نكون عندنا الخلفيه عن كل حاجه ممكن، في صعوبات ممكن تقابلنا، في سواء استيراد او سواء ان هنعمل ماتشنج للاوردرز والكلام ده كله، عشان ما يحصلش برضه تضارب، بحيث ان انا ممكن يكون مثلا في حاجه طلعت في براند وتكون عندهم خلفيه بحيث انه ما يطلعوش لحد تاني، لان طبعا برايفسي دي تبقى اهم حاجه عندنا في الشغل اكيد. فبنظبط سيستم، فالسيستم ده اللي بياخد واخد معانا وقت شويه، بس ان شاء الله قريب جدا جدا يعني هنكون موجودين في مصر. وانا كمان والله مبسوط جدا 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 ان انا معاك، واتمنى تكون فدنا حد ان شاء الله حتى بواحد في المية ان شاء الله. لا طبعا انت وجودك اضافة للجميع يعني، وانا والله شخصيا استفدت منك ويعني بسطت لي الموضوع. الموضوع ممكن كان يعني ساعات عامل رهبة عند الناس ومكلكع، بس انت النهاردة بسطت الدنيا خالص. لا الموضوع بسيط جدا، والحمد لله انا سعيد جدا جدا اصلا ان الاندستري نفسها بقى ليها نولج كتير في مصر، وناس كتير بقت فاهمة في الموضوع. يعني مش شرط كموضوع تصنيع بس، فاهمة كتير في تقييم البرفيومز، وان انا فعلا اعرف ان البرفيوم ده حلو ولا وحش، وان انا اقدر ارشه ولا مرشوش، واقنع ناس بيه ولا لا. فمبسوط بكمية الريفيورز الموجودين في مصر، والناس اللي بتفهم جدا في البرفيومز وبتدي اراها وبتساعد الناس كمان انها تقول البرفيوم ده حلو او انصحك بده. انا بحب جدا الناس اللي هي اللي دايما تحب الخير لغيرها. لا طبعا دي حاجه جميله جدا. بشكركم يا جماعه جدا، يا رب الحلقه دي تكون عجبتكم. كان معانا النهارده محمد مندوح في اتركاست. طبعا حابب ان انا اشكر شركه امورني لان هي راعي للحلقه ديت، وطبعا شركه امورني شركه متخصصه في بيع العطور الاوريجينال والبراندات الاوروبيه والمصريه والخليجيه. استنونا ان شاء الله في حلقات جايه كتير في عتركاست. السلام عليكم. يعني انت مثلا قبضك وليكن جنيه وعاوز تشتري برفان بربع جنيه، وانا ما عنديش غير بنص جنيه، ما تجبرنيش ادولك بربع. في ناس تانية بتبيع برفانات بربع، بس ما تجيليش انا وتتحايل عليا ان انا انزل لك ربع، ما انا هخسر. انا ده قرب كده رحت اعمل كده، اللي هو في ايه؟ انا شميت البرفان ده يا عمر، ريحه زي الزفت، زي الزفت دواء كحه احسن.